يا صباح الخير ويا اهلا وسهلا مره ثانيه بكل الناس اللي انضمت لمتابعه حلقه اليوم من برنامج صباحات سودانيه، واكيد بنجدد ترحاب بالناس اللي بتسمعنا عبر اذاعه سودانيه 24 على التردد 93.6. اغلبيه الناس مؤمنه تماما بالجانب النفسي، كل ما كان صحتنا النفسيه حياتنا كويسه ممتازه ومستقرين حنقدر تماما نكون ناس منتجين وفعالين جدا وسط مجتمعاتنا، وكمان قادرين ناخذ ديك البصمه الواضحه. في واحده من الحالات اللي جدا ممكن تكون كلنا بنعاني منها اللي هي الازمات الاقتصاديه والوضع الطاحن اللي اصبح الليله في السودان، وقادرين تماما يعني نعي انه في تاثير نفسي سلبي قاعد يحصل علينا. فاحنا الليله المساحه دي عايزين نتخلص من كل الاحباط، عايزين نتخلص من كل التاثيرات النفسيه السالبه اللي هي جايانا من سبب الازمات الاقتصاديه، وكيف نقدر نعالجها، وكيف احنا كمجتمع نقدر نقف مع بعض. سعيده جدا ان يكون معي داخل الاستوديو الخبير النفسي والتربوي استاذ احمد المزو. اهلا وسهلا بك. انا برضو كمان سعيد انه اكون ضيف في هذا البرنامج المتميز، برنامج صباحات سودانيه. الله يديك العافيه. يعني قلت حاجات كثيره كده، لكن برضو عايزه يعني من خلالك طبعا كزول مختص، كيف ممكن تكون الجوانب الخاصه بالاحباط والتاثير النفسي اللي بيجينا من سبب الازمات الاقتصاديه ده، كيف بيقدر ياثر على حياتنا سلبا؟ نعم، هو في الحقيقه ما بياثر. يعني تاثير الاحباط وكده بيعتمد على تقييم الانسان للاحباط ده. يعني الاحباط هو حاله من عدم القدره على تحقيق الهدف. فالإنسان لما ما يقدر يصل للهدف بيشعر بالإحباط، فهو محتاج إنه يعالج الإحباط ده عشان ما يتحول لعنف. يعني خطورة الإحباط إنه هو بيتحول لعنف. يعني أغلب الناس يعني مثلا في المدارس أو كده، الأشخاص اللي بيكون عندهم إحباط بيترجموا الإحباط ده لعنف. يعني مثلا الشخص مثلا في العلاقة الزوجية، مثلا تلقى الزوجة يعني محبطة بسبب العلاقة الزوجية، فبتكون تحول العلاقة دي لعنف في تعامله مع أولادها. يعني مثلا تجي واحد تشتكي، والله أنا بضرب أولادي وبعصي وما بستحمل. طيب أنت علاقتك مع زوجك كيف؟ تقول إيه؟ معناه في إحباط، في إحباط طوال حيترجم لعنف. إذا الإحباط دائما إذا الإنسان ما عالجه بيترجم لعنف. خطورة الإحباط هو الإحباط المتراكم، يعني فشل 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 فشل، فده بيخلي الانسان يكون اكثر عنف واكثر يعني اكثر يعني رغبه في انه يمارس العنف، ما يكون ناجح، يتجه للوراء، ما يصل لتحقيق اهدافه. طب يعني معلش، يعني هل كل الحالات الخاصه بالاحباط بتكون نفس التاثير اللي انت ذكرته، اللي هو ناس بتتجه انها تكون عنيفه، ولا في اوقات ناس بتلتزم الصمت وبتبقى يبتعد من اي حاجه وبتكون خلاص قاعده كده مع نفسها؟ نعم. هل ده برضه في حاجه زي كده؟ اي، هو ده اتجاه اخر. يعني دائما هو شوف تعامل الناس مع الاحباط في اتجاهين، في اتجاه العنف واتجاه الانسحابيه. اوكي، الانسحابيه اللي هو انه يقول لا انا ما ادار اشارك، انا ما ادار الدراية او كده، وكلهم خيارات. يعني الاتجاه الانسحابي اتجاه برضو بتاع عنف، والاتجاه الاثنين يعبروا عن العنف يعني بشكلين مختلفين. طيب تعال نقف اكثر على الجانب الخاص بالظرف الاقتصادي الحالي، وكيف انه الوضع الطاحن ده قاعد ياثر تماما على الانسان السوداني في فتره بتاعت مفروض انه بناء، في فتره بتاعت الناس تكون هي مليانه بطاقه ايجابيه عشان ما تعرف انها هي تبني السودان الجديد اللي احنا كلنا اكيد بنطمح اننا نحققه او نصله يعني في يوم من الايام. ممتاز. في الحقيقة لازم نحن نتفق على مفاهيم عشان نحن ننطلق برؤية يعني تفيد الناس. طيب الظروف ما بتأثر على الناس. يعني أول مبدأ مهم. طيب. لازم أي واحد يخط في باله أنه الظروف دي ما بتأثر على الناس. طيب. يعني أنا الكلام ده قلته قبل 5 سنوات. يعني في أحداث كثيرة جدا في تلفزيون السودان بينهم، قلت لهم يا جماعة أي زول بيفتكر أنه الظروف بتأثر على الناس غلطان. ما في ظروف بتأثر على الناس، اللي بيأثر على الناس فهم الناس وتفسيرهم للظروف. يعني الطريقة التي يدرك بها الناس للظروف. يعني مثلا الناس لما نجي للضغوط، الضغوط هي الحالة التي يدركها الشخص. يعني الحالة اللي بيدركها معناها هي مرتبطة بإدراك الشخص للضغط. تمام. إذا الطريقة التي يدرك بها الشخص الأحداث هي التي تسبب له الضغوط. يعني طريقة الشخص في تفسير الأحداث هي التي تسبب الضغوط. إذا الضغوط عبارة عن أفكار يتبناها الناس مؤثرة عليهم. مثلا واحد من الإخوة التقيت به، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي والله أنا صراحة ما مضحي، والظروف أنت عارف أنا كل سنة بضحي لكن السنة دي ما مضحي. قلت له يا أخي أنت طالما ناوي تضحي وكده وما مقتنع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال لي يا أخي أنا صراحة مقتنع بكلامه، لكن اللي بيغني عليه المرأة والأولاد شنو؟ يعني هو مقتنع إنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن
اولاده وزوجته اللي بيقنعهم شنو؟ والله ما في زول غيرك انت بيقنعهم. يعني انت اللي بتقنع زوجتك اولادك، يعني انت لازم تعود اولادك وزوجتك انهم هم يتقبلوا نفسهم باي واقع كان. يعني اذا هم اقتنعوا معناته انت ما حتكون مضغوط. انت عودت اولادك انه انا لما اكون مقرش يحترموني، لما انا اكون ما مقرش معناه انا ما محترم مثلا. مفاهيم. اذا هذه الفكره ضاغطه. اي يعني واحد من الاخوه كان عنده 3 أطفال وفي المدارس بيشتكي منهم عندهم مشاكل وكذا وكذا. قلت له علاقتك مع زوجتك كيف؟ قال له والله صراحه احنا منفصلين. قلت له يا اخي طيب ما ممكن ترجعوا؟ قال لي لا. طيب انتم انفصلتوا ليش؟ قال لي والله بقت اول ما فلست بقت ما بتحترمني. قلت له انت رايك شنو في الكلام ده؟ قال لي الناس شوفي ركزي، الناس ما بتحترم الزول المفلس. معناه هو الان عنده مفهوم ضاغط. يعني ما 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 بسبب شمل كل الناس براي بتاع بالفكره دي. اذا احيانا افكار ضاغطه. يعني مثلا واحده تقول والله انا لازم اكون محبوبه، لازم اكون محبوب، لازم اكون ملفته، لازم ما في زول يتخطاني. الفكره دي ضاغطه. يعني معناها هذه الاخت حتكون مضغوطه شديده. يعني حتعيش، حتعاني، حتتعب. ليه؟ لانه بتفتكر انه هي لازم تكون هي يعني ملفته. الفكره دي ضغط. يعني ما شرط الناس تحبني، انا لازم انا اؤمن بنفسي. اذا الافكار اللي بتبناها الشخص هي التي تسبب يعني انا مثلا مره كنت في دوره تدريبيه، في واحده من الاخوات قالت لي القصه دي، قلت لها اسمح لي اشارك في القصه دي ممكن تدعم المفهوم بتاعك. قلت لها خير ان شاء الله. قلت لها ان احنا كنا في مدرسه تجاريه، والمدرسه دي كانت في بيت جميله شديد وفي نفس الوقت فقيره شديد، يعني مفلسه شديد. البيت دي في المدرسه كانت بتمثل للبنات انه غنيانه، والله ان شاء الله الصيف حنمشي سويسرا وحنمشي ماليزيا ومشينا وجزر المالديف، كله كذب ساكت. بعد فتره من الزمن يعني الكذب حبل قصير، طوال البيت دي قامت مرضت، قال والله يزوروها، يعني يزوروها في البيت. مشوا لها يعني بيعرفوا المحطه، اول ما نزلوا المحطه سالوا وين بيت ناس فلان، قال له هندك. ما صدقوا، اندهشوا البنات، معقول دي البيت اللي وصلتنا انه هي عايشه في قصر وكذا. لما خشوا البيت ضربوا الباب، جات اختها كركت لها يا فلانه، قام فيها جات، اول ما جات عينت للبنات نطت وتلبت بحيط الجيران. بقت من اليوم ذاك ما بتقابلهم في المدرسه، تشوفهم تزيح منهم. ما في داعي للكذب. يعني شنو انت لو فقيره؟ انت لازم تقبلي فكره انك انت فقيره. برضه مره واحده من الاخوات يعني سبحان الله اتصل علي التليفون، هي طالبه انا درستها، قلت لي انا عايز استشيرك وانا بثق في رايك شديد. خير ان شاء الله. قلت لي انا يتقدم لي واحد متزوج 3 نسوان وانا حكون الرابعه. اوكي. ما شاء الله تبارك الله. طيب انت حتعرفي شنو؟ قلت لي والله انا يعني ناس البيت بعضهم بيقول لي يا اخي خلاص يتزوجوه، والبعض الاخر بيقول لي لا يا اخي انت احسن لك تتزوجي واحد ما متزوج 3 نسوان وكذا. قلت لها انا عشان اديك اجابه وراي ينفعك جاوبي لي بكل صراحه، انت دايره ولا شنو؟ قلت لي صراحه عشان هو زول مشهور ومعروف. عشان هو زول معروف ومشهور. طيب انت حتستفيدي من شهرته دي شنو؟ قالت لي شوف الكلام ده. قلت لها انت حتستفيدي من شهرته؟ قالت لي عشان يقولوا انا زوجة الرجل المشهور. قلت لها يا اختي انت انا انصحك الزواج ده ما تزوج. الفكره دي ضاغطه لك، هي اللي بتجيب لك الضغوط. انت لو قلت لي انا عايز اتزوجه لانه ده الرجل الوحيد اللي بيقدر يحتويني وبيقدر يدعمني وبحس انه انا ماشي مع يعني سعيده معه، كما اقول لك والله يتزوجيه. لكن انت الان عندك فكره ضاغطه. هي الفكره دي ضاغطه جدا. اذا الافكار اللي بتبناها الشخص وقد تزول، يعني لو الشهرة دي زالت ولا اي حاجه خلاص ما هيبقى في الرباط الجميله. طب استاذ احمد احنا عايزين ندي الناس يعني زي فقره كده توعويه او مساحه ممكن تكون توعويه في جانب انه انا كيف اقدر احمي نفسي من الافكار السلبيه، كيف ان انا اقدر احمي نفسي من الجانب الضاغط اللي هو انت لازم تكون لازم تكون لازم تكون المفروض ان انا اعمل شنو؟ ممتاز. هو في الحقيقه يعني انا بتابع مواقع التواصل الاجتماعي وبتابع الرسائل اللي بتتداول، يعني الان في ضخ كبير جدا من الرسائل، وهذه الرسائل مؤثرة، يعني رسائل تؤجج الصراع وتوجد العلاقة السيئة يعني السلبية بين الشخص والآخر كلها، ويتبنوها الناس ويتداولوها وبعض الأحيان يعني يتصارعوا بها الرسائل دي. إذن هذه الرسائل هي التي تؤثر على الناس. يعني أنا بنصح الناس كلهم أي رسالة تمر عليك أدرسها كويس وأفحصها تمام، هل الرسالة دي كويسة مفيدة، هل حتنفعك، عرفتوا؟ هاي الرسالة دي قد تلقاها مثلا في مسلسلة
قد تلقاها في موقع التواصل الاجتماعي او قد تلقاها يعني كلام مقتبس. يعني اخطر ما يؤثر على الناس الاقتباسات دي. يعني ما يقتبسون الناس ويرسلوا لي بعض المفاهيم دي. المفاهيم دي لازم تفحص. اذا انت ما فحصتها كويس انا هتأثر على عقلك، هي اللي هتخش. كل ما انت تتفاعل ده يمثلني وده لا يمثلني، والان كثير جدا. اذا هذه الافكار هي التي تضغط الناس. يعني من الطرائف يعني واحده كان عملت دراما يعني تجسد تاثير الاعلان، يعني الرسائل اللي بتطلع بالطريقه دي. الاخت دي كان عامل معاه حوار هي بينه وبين خطيب، فقال لها سالته قلت له اها يعني امك كيف؟ قلت له والله امي زوره طيبه ومسكينه. قلت له ما ينفع، وين الاثاره وين شنو؟ يعني معناه شنو؟ انه هي كانها عايزه تمثل فيلم يعني، صح؟ هي تاثرت بمسلسله وعايزه شنو تطبق هذه المسلسل. اذا الافلام المسلسلات الاقوال المقتبسه دي كلها بتاثر على مفاهيم الناس. في بعض الاحيان بعض الناس بيقوموا يروجوا لنا افكار. يعني مثلا انت لما تيجي تحكي مشكله لشخص، الشخص ده ممكن يديك فكره تضرك اكثر مما تنفعك للاسف. يعني مثلا يعني جاني واحد من الشباب قال لي انا عندي مشكله، خير ان شاء الله، مشكله في علاقتي مع زوجتي. طيب، وبدا يحكي لي. بعد شويه قال لي والله انا صراحه شاعر انه انا محسود، شاعر انه انا محسود. قلت له طيب عرفت كيف انك انت محسود؟ قال لي انا يعني برفع صور في الفيسبوك توضح علاقتي مع زوجتي، مره نحن في مطعم، مره في كده. طيب انت بترفعها لشنو؟ قال لي والله انا صراحه عندي مشاكل، لكن عايز اثبت للناس انه نحن حياتنا تمام، يعني ما في اي مشاكل. ترى الفكره دي ضاغط اول حاجه، انت عايز تثبت للناس فكره غلط. يعني انت لما تكون حزين عيش الحزن ده، ما في داعي تغش الناس تقول لهم لا انا سعيد وما عندي مشاكل ونحن مبسوطين الحمد لله. لا، انت الان نشرت فكره عشان تخفي شعور عندك. اي مشاعر تجيك نعمه من الله، حتى الحزن. يعني ما عيب انك تحزن، ما عيب انك تغضب، ما عيب انك تخاف، عيش المشاعر دي. كل شعور فيه فايده لك. وديها وقتها لما سالته وقال لي انا محسود، قلت له عرفت كيف؟ قال لي لانه الناس بيقول لي انت يعني الدق عين، يعني الناس اللي حوالينا. اذا الناس اللي حوالينا رسلوا له رسائل، هذه الرسائل هو تمسك بها اثرت عليه. يعني الان في تسويق وترويج للرسائل. بس استاذ احمد، بس انا عايز اقف على الحته دي. ما احنا يعني الدائره المقربه دي ما دائما يعني احنا بنختارها كويس واي حاجه، لكن برضو يكون فيها ناس بتدي الرسائل المسمومه دي او الرسائل السالبه دي. لكن احنا مثلا انا عايز اسمع الكلام ده بس اعرف ان انا اتخطاه، بمعنى ان انا اخليه في نفس قاعدته وخلاص، ان انا امشي واكون من جوا عارفه نفسي انا عايزه احقق شنو، عايزه اصل لحياتي كيف، عايزه انتمي لنفسي واكون نفسي اللي انا عايزاه. يعني المفروض علي الرساله دي انا ما اقبلها، بقدر احمي نفسي يعني. ما اقبلها بس ده رايهم يعني، ما وجهه نظره، ما اقبلها يعني، ما اتفاعل معها. اوكي، لكن مجرد ما اتفاعل معها، اي والله انا محسود، اي فعلا التفاعل معها ده معناها ثبتها. ما اتفاعل ده رايها او درايه يعني كده، لانه انت ما بتضمن الراي ده. هو قد يكون بحسن نيه يقول لك والله انت محسود داري حل المشكله، لكن هو حل داري يساعدك من باب ضراك فيه. اذا انت عايز تحل المشكله امشي لمتخصص، يعني مستشار او نفسي او متخصص يديك الراي وهو يتحمل مسؤوليه الراي ده. لكن مثلا صديق احيانا ربما انه يديك راي ربما يكون في مصلحتك. يعني الافكار اللي بتجينا من الاخرين لازم نحن نرفضها، ده رايه. يعني لما واحد يقول لي انت مثلا يعني زول اي صفه سلبيه، والله دي وجهه نظره يا مجرد خلاص، يعني ممكن ما اقبلها. يعني ناس مثلا كثيرين بيجوا يسالوني كيف نتعامل مع الاساءه وبنتلقى اساءات. الاساءه دي لما شخص يسيء لك ما تقبلها. يعني زول قال لي حيوان، انا ما برد له اقول انت حيوان، لانه مجرد ما ارد معناه هو خلاني انفعل، تفاعلت معي. لكن الرد الافضل اقول له انا ما حيوان، بس انت والله ما بتفهم. فعلا انا بفهم الحمد لله كده. قول انا بفهم. طيب والله دي حاجه مهمه جدا، احنا اكيد هنقف على مرات ثانيه ان شاء الله عبر صفحاتنا السودانيه. لكن يمكن ذكرنا هسه المجتمع القريب لنا والناس اللي حوالينا وكذا، كيف نقدر نساعد بعض في الجانب ده. لكن في جانب ثاني اللي هو المؤسسات الحكوميه اللي هي مختصه في انها تبعث مثلا ادوار كبيره جدا ورسائل مهمه جدا للمجتمع السوداني، المطلوب عليها شنو؟ كيف تقدر تفعل الادوار دي؟ والله فعلا المؤسسات الحكوميه لها دور كبير جدا في التوعيه، في انه هي يعني تتدد المعلومه الصحيحه، يعني تساعد الناس. يعني هي مسؤوليه، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته.
يعني أي مؤسسة لازم تتحمل مسؤولية، يعني مثلا مؤسسة رعاية اجتماعية لازم تكون عندها مسؤولية أن توعي الناس، ترشد الناس، توريهم ما ينفعهم وما يضرهم، وتبصر الناس يعني بهذه الطريقة. فكل مؤسسة لازم يكون عندها تستشعر دورها الرسالي في أنه توصل رسالتها بشكل صحيح وينفع الناس. تمام. طب بس في نقاط كده أخيرة، إحنا ده تلخيص للفقرة، عايزين ندي رسائل للشباب وللمجتمع السوداني كيف إنهم يكونوا يعني قادرين يحققوا أهدافهم وسط كل الظروف اللي إحنا أكيد بنعاني منها دي واللي هي حاصلة، لكن كيف نقدر نتجاوزها، كيف نقدر نحمي نفسنا، كيف نقدر ننشر رسائل كويسة حتى لو كان لنفسنا عشان إحنا نقدر ننتمي لنفسنا بصورة كويسة. أول مبدأ يعني إنه الإنسان لما تواجهه مشكلة لازم يحلها، ما ينطلق يعني قبل ما تحل، يعني تمشي لقدام حل المشكلة. طيب. يعني ده بيحصل في العلاقات العاطفية كتير، يعني واحد يكون طالع من تجربة عاطفية طوالي عايز يخش في تجربة جديدة، خطأ، حل المشكلة وافهم المشكلة وكذا حتى تخش قدام. طبعا. يعني عندك أي هدف يعني دائما أعرف نقاط قوتك ونقاط ضعفك وركز على نقاط القوة، لأنه التركيز على نقاط القوة هو بيساهم في أنه يخفض نقاط الضعف. يعني كل ما إنسان يركز على نقاط قوته أفضل، يعني أفضل من التركيز على نقاط الضعف. تركيز على نقاط الضعف أنا بس بشوف المعيق في تحقيق الأهداف وبحاول أتخلص منه أو أتقبله، لكن الأصل في الإنسان أنه يتقبل نقاط ضعف لأنه صعب تغييره بسهولة، محتاج جهد كبير جدا لأنه هي تراكمية، فيركز على نقاط القوة بتاعته ويستخدمها في أنه يحقق أهدافه. النقطة الثالثة أنه الإنسان دائما يحرص على البيئة الإيجابية، يعني المحيطين بك، يعني دائما أنت خليك يعني في بيئة إيجابية، يعني الرسائل اللي بترسلها خليها إيجابية، ما ترسل الفضائح، ما ترسل الرسائل المحبطة، ما ترسل للناس الرسائل يعني السلبية، رسل دائما الحال فيها الخير للناس، تنفع الناس، لقيت لك مقال جميل قول والله بده يفيد الناس ارفعه، لقيت لك خبر سمح كويس قول ده بينفع الناس، إعلان بتاع وظيفة رسله قول ده بينفع الناس، دائما رسل للناس حال بينفعهم. والنقطة الرابعة والأخيرة، أبعد من الصراعات، يعني ما في حاجة تستاهل الصراع، يعني كل شيء بالرفق وبالهداوة ممكن تحصل عليه، الصراعات ما في داعي لها، الناس تعيش بسلام ومحبة. بسلام ومحبة. الله يسعدك يا رب، سعيدين جدا أكيد بوجودك كما العادة أستاذ أحمد محمد المنزوب، شكرا جزيلا لك في كل المعلومات اللي أنت ذكرتها، وإن شاء الله يا رب صباحاتنا تاني ترجع معنا بك، شكرا جزيلا، ربي يسعدك إن شاء الله. أكيد مستمرين معكم في حلقة اليوم من صباحاتنا السودانية، هنطلع مع بعض فاصل قصير ومن بعد نواصل حلقتنا.